فالحمد لله احنا خلينا واحد 16 في مدينة الجديدة كيدوم واحد مدة 12 يوم وتخليت واحد مباراة ودية أغلبية في مقابلات مع قسم تاني. الحمد لله كنا كنقلبوا على باش نرفعوا من الايقاع ديال اللياقه البدنيه ديال اللاعبين الحمد لله مع الاستاف، وكما كيعرف الجميع في هاد 16 فتيكونوا لاعبين جداد يلاه كينسجموا باش يتاقلموا مع الجروب الجديد ديالهم. فالحمد لله داز 16 مزيان، كانت مقابله اخيره ضد هاد المقابله اليوم ضد الشباب المحمديه. الحمد لله كنقلبوا فيها غير لو ريتم باش نلعبوا المقاحيت، كما كيعرف الجميع ان البطوله الوطنيه غادي تلعب في لاسومير بروشين ان شاء الله. حنا عندنا مقابله ضد المغرب فاسي في مدينه فاس كنوجدوا لها، الحمد لله كل شيء داز على خير الحمد لله. فالحمد لله كما كيعرف الجميع فكان رجوع ديال الفريق المغرب التيطواني سريع عن القسم الصفوه. الحمد لله هذاك الشيء ما جاش غير بكاك فتضافر الجهود الحمد لله. احنا الان في القسم الاول كنطمحوا باش نكونوا عند حسن الجماهير التقوانيه ان شاء الله.